محدش هيقطعك يابا. بكرة يا حبيبي هنرسم سوا 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 طريق الأماني ومعطر بالهوى. أعلى بركتك أعلى بركتك. الناس دي بتقول لك من اول تاني يا ابني الاكابر ويا ريت. بص الناس دي مستنيينك، مش عايز اقول لك النهارده من قيمه اربع شهور بس. الفرح هقول لك لحظه، ما تقوليش اقول لك لحظه. الفرح ده اتعجل مخصوص عشان حضرتك. ده زبجالي من سياده السفير سعيد هندي، والريس غريب اللي وراك ده هو ابو عبد الله، ده رئيس البلد دي. واحنا انا وانت رديشه من المنصوره، وحياه النبي الفرح ده فعلا اتأجل عشان حضرتك. فبراحتك خالص، ولو وراك نمره تانيه ممكن ندفع حسابها مش مشكله، بس انت في المنوفيه. اتفضل حضرتك. تحياتي للمنوفيه، تحياتي لكل الناس الموجودين معانا، انا بحييهم تحيه غاليه.
الشيخ العالي وكان اصلي اعذبه انا جبت من الشجر ورق عملت ضلات داريها وجبت من العيطان وعشان اشرب واسقيها وجبت من الشمس العسل عشان اكل واكبرها واغسلها وخلينا من ساد الليالي انا واحد تاني سابت سياره ونزلت نور الليل والسفاكس قلبي Oh,
حياتكم كام حاسب. روني الدنيا كده يا اخوان.